السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ربي ان لك في هذا اليوم المبارك عبادا ينتظرون فرجا فبشرهم، وعبادا يسألون الشفاء فعافهم، وعبادا يعانون من عسر فيسر لهم، وعبادا يرجون رحمتك فارحمهم، وموتى يحتاجون المغفرة فاغفر لهم، إنك على كل شيء قدير.